كلهم على الايربيس قاعدين يقولوا لي عايزين نسمعه بس. ممكن ممكن ماشي يا شيخ عبد الله؟ ماشي. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا عايز أعرف بقى إيه حكايتك. كنت عايز تقابل الشيخ أحمد الطيب. أول ما قابلته بقى. أيوه احكي لنا بقى. بعد على المكتب بتاعه 15 متر عشان يقابلي. رحت. رحت إيه؟ سلم عليا وقعدنا وبعد كده. صورتك الصورة هي ظاهرة للناس أهو مع الشيخ، مع الشيخ أحمد الطيب. اتفضل. احنا مالهم ايه؟ لا احنا ناس بنتخبط شيخ الازهر. قال لا مش عندك انتخابات. قال امتحنونا راح اجيبها بعد كده اصدر قرار ان انا اكمل الدكتوراه والماجستير في فرنسا. الله. وهو اللي اتعلم على نفخ الازهر. يعني الازهر وقف جنبك. ايوه. لما لقاك حد مجتهد جدا يعني. دي الصوره دي يا جماعه. في مشيخه الازهر. مع الشيخ احمد الطيب. انت بقى حفظت ألفية ابن مالك. ايوه. صح؟ ايوه. طب بس لسه بحفظ فيها. لسه بتحفظ يعني؟ ما ينفعش تسمع لنا حاجة كده صغيرة؟ ماشي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسمنا فعل ثم حرف الكلم واحد وكلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنون والنداء وقال ومسد الاسم تميز حصل بتاء فعل تواتت ويفعلي ونون يقبل النفل ينزلي سواهما الحرف كان وفي ولم فعل مضارع يلي لم كي يشم وماضي الافعال بالتامز وسم بنون فعل امر امر فهم والامر لم يكن المحل فيه هو اسم النحو صح وحيال. برافو عليك والله العظيم. طب ايه حكايه بقى نقيب المقرئين؟ انا عايز اعرف ايه حكايتها بقى. احكيها لنا. زي النقيب المقرئين. ايه؟ اللي بيقرا. ايه؟ اللي بيقرا. لا هم قالوا لي ان في شهاده. انت خد شغل حرم المكي بقى. ايوه. انك نقيب المقرئين. ده مش نقيب المقرئين. امال ايه؟ في ناس هم كاتبين لي يا جماعه.